هذا أولا. وثانيا بيودي من هذا المنبر ومن هذا البحث أن أشير للأعزة أنه الأعزة واقعا المشاهدات بحسب موقع اليوتيوب عندي تتجاوز الآلاف، ولكنه في المقدار الذي أشير إليه أن الأعزة يصرحون مثلا في بعضهم هكذا يقول، في بعضهم يقول بأنه سيدنا أنت رائع وجميل ومجدد، أنا مسرور جدا ومتابع لجميع أبحاثك القيمة لأنك تجاوزت زمانك، من هذا القبيل كثير. وفي الأخير يقول وإذا قرأت ما أقول لطفا منك أجبني ولو بكلمة لكي أعرف أن صوتي قد وصل إليك. أعزائي مرارا قلت بأنه كل التعليقات التي تأتي إلي أنا أطالعها، ولكنه لا يوجد عندي وقت أنه أقف عندها وأجيب عليها، لأنه وقت يأخذ كثير. أعزائي واحد عنده كلمة هواية لطيفة هذه أنقلها للأعزة من غير ذكر الأسماء طبعا كما تعرفون، يقول لقد فسرت وشرحت أصعب المعارف بطريقة السهل الممتنع ويسرتها وحببتها لنا فعلا، إنك أحد أندر علماء هذا العصر. هذا القبيل قلت لكم كثير، بعض يقول يسعدني أنه كذا وبعضهم هكذا يقول. جيد، يقول نحن نجد بأن السيد الحيدري كل ما يقول ينقله من هذا الكتاب وذاك الكتاب. هذه أعزائي ما أريد أقول بأنه نقطة ضعف، لا، هذه نقطة قوة في هذه الأبحاث، أننا نحاول أن نعطي لكل نظرية صاحبة التي قالها، وإلا أنا بإمكاني أن أنسبها إلى نفسي هنا ويطمئنوا تحتاجون 20 عام حتى تعرفوا بأنه هاي النظرية لمن ولمن ترجع مولانا. ولكن للأمانة العلمية أنا أنقل النظرية من أصحابها، وإذا عندي جديد مولانا أقول هذا لم أجده في كتاب، لعله موجود في مصادر أخرى هذا المجال.